السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبيباتي بقناتي وصفات ونكهات منال. وصفتي لليوم مخلل أو طرش خضار مشكل زي ما بتكون تسموه سموه، المهم إنه الطعم زاكي كتير، يعني فلفل على جزر على توم على خيار، إيش ما بتحبوا حطوا فيه، اللي في ثلاجتك طلعيه وحطيه بقلبه. المهم الخضار لازم تغسليها منيح 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 عشان نتخلص من كل الأتربة وكل البكتيريا ونوقي حالنا كويس في هذه الوباءات. بعديها بننشف الخضار منيح 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 ومنقطعه بالصورة، هذه طريقة تكون خشنة شوية. هوب على الجاد، نكمل باقي كمية الفلفل بنفس الطريقة، طبعا ننشفهم كمان بورق المطبخ أو كمان إذا عندك فوطة مطبخ نظيفة تكون ننشف فيها الخضار. طبعا نسيت أقولكم القمع بترموه، هلأ بعد ما نخلص هذا منروح للفلفل الحامي. طبعا بديش اقولكم لازم تلبسوا جلافز او كوانتي عشان تعرفوا تقطعوا الفلفل الحامي، لانه واي 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 حامي كتير كتير. هلا بنقطعه كمان خشن بنفس الطريقة وهوب على الجاط. يا سلام يا سلام، يعني ايش ما عندك زي ما قلتلك ما تتقيدي انا ايش حاطة، اللي عندك في التلاجة حطيه، عندك ملفوف حطي، عندك ارنبيط او زهرة حطي، ايها خضار عندك حطيها. انا عندي جزرتين كمان كبار، ونسيت اقولكو انه الفلفل كيلو متوسط حد ونص كيلو فلفل حار كتير. هلأ من غير ما نقشر الجزرة قطعناها حلقات بالصورة هذه، وهلأ بنيجي للليمون. طبعا بنشيل القطعة اللي فوق وبنتخلص من البذور عشان بتعطي مرار، ومنقطعها شرايح رقيقة رقيقة على الآخر. وإذا ما بتحبوش طعمة الاسبرتو اللي في الليمون فيكو إنكو تقشروا، بس أنا بحبه. تمام هيك، وأكمل باقي كمية الليمون، هما ليمونتين بالمناسبة مش كتير، وبحاول أنصفهم أو أربحهم بالصورة والطريقة اللي بحبها. أنا نصفت شرحات الليمون خلاص. هيك بضيف عليهم تقريبا 3 معالق ملح خالي من اليود أو ملح صخري خشن بحري، وبحركهم منيح إنه بتركهم ساعتين. هلا بدي أحط كمان باقي الخضار نسيتهم، عندي زي ما قلت لكم خيار، بابريكا حلوة، وفلفل أحمر كمان حامي، كله 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 بخرطه بالطريقة خشنة وين بيروح على الجاط. بصراحة متعة جدا الشغل بهذا الاشي، يعني حتى ابني بحكي لبابا ماما عملت مخلل، بقول له ايش اسوي لها، ما إلها من الصبح بتلعب. هو فعلا يعني مش شغل ولا حراتة ولا حاجة، فعلا متعة. بالصورة هذه بقطع كمان البابريكا بصورة خشنة او مربعات هيك تكون عريضة شوية، لان البابريكا ما بتتحمل يعني بالصورة هذه. وهلأ إجا دور الفلفل كمان الحامي، كله بروح وين على الجاد زي ما قلت لكم. وطبعا عندي إذا ملاحظين على إيدي الشمال هناك في جرادة، أنا هنا طبعا بدي أحط أنا كمان توم، بدي أقطعهم هيك حلقات خشنة وأحطهم. اللي ما بحب التوم فيه يستغنى عنه. هلأ بخربطه كله كله منيح مع بعض زي ما قلت لكم قبل هيك ساعتين بدي اخليه. هلا بعد ساعتين بعبيهم بالمرتبانات او بالمرتبانات المعقمه، انا عقمتهم بمية بتغلي، وهلا بدي اعبي فيهم الخضار. طبعا بحاول كمان اضغط في المرتبان حتى ياخذ اكبر كميه ممكنه من الخضار. بضغط المرتبات بالصوره اللي شايفينها، بدي أشوف أكم مرتبان بيعبي معايا. خلاص هيك
تقريبا انتلى معايا، فبعبي باقي المرتبانات بنفس الطريقة وبرجع لكم. ما شاء الله كمية الخضار هذه عملت لي تقريبا المرتبان اللي شايفينهم هدول، وكمان مرتبان اكبر. بس انا فكر الصراحة حتعمل مرتبانين، بس ما شاء الله استوعب المرتبة. اللهم زد وبارك، ما شاء الله. يا عيني يا عيني، يعني منظر روعة وهو بالمرتبة. أنا الصراحة ما بقدر الواحد يستنى، بقول الوقت ايش افتحهم. طبعا هين انا هان كمان بعمل المرتبان الثالث الكبير اللي قلت لكم، تقريبا اخذ عبوة مرتبانين، المرتبانين هدلاك اللي جنبه. بس تقريبا خلصت الكمية. بالمناسبة هان انا حبيت اضيف الجرادة الخضراء اللي قلت لكم على ايد شمالي كانت، فحطيت على وجه المرتبانات، طبعا مغسولة ومنشفة منيح 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 منيح، بتعطي طعم روعة جدا يا صبايا. هلأ المية اللي نزلت خلال الساعتين هذه كلها ليمون وملح وشوية من مية الخضار، بديرها بوزعها على الثلاث مرتبانات بالشكل هذا، وباقي المرتبان بدنا نشوف كيف بدنا نعبيه. وهلأ المحلول الملحي بدي أحط لكل كوباية مية مغلية معلقة من الملح الخالي من اليود أو ملح صخري أو بحري، وعليها معلقة من الخل ومعلقة صغيرة سكر. بحركهم منيح وهوب وين بيروحوا؟ على المخلل أو على المرتبان. هذا المرتبان اللي بالنص أخذ معايا كوبايتين كاملين زي ما انتم شايفين هيك. بقى أحاول أنزل الخضار كمان وأتأكد بأنه المية مغطية كل الخضار حتى ما يفوتوا أي هواء ويعفن، تمام هيك بالصورة اللي انتم شايفينها. تمام، بعمل نفس العملية لباقي المرتبانات. كوباية، كل كوباية مية مغلية عليها معلقة ملح، معلقة خل ونص معلقة من السكر. نفس العملية بعبيهم. هذا تقريبا المرتبان عبيته لتمه، بس المرتبان هذا بدي أحط بس نصه مية ونصه زيت، زي الزيتون طبعا زي ما انتم شايفين. هلأ هداك زي ما قلت لكم المرتبان الأول كله للآخر مية، والمرتبان الثاني بدي أكمله زيت زيتون بالصورة اللي شايفينها، ولازم زيت الزيتون كمان يكون مغطي كل الخضار. بكفي زيت غطى الخضار كلها تماما، وهنا المية مغطية الخضار تماما زي ما انتم شايفين. وهلأ بدي أذكرهم وأضغطهم منيح، نستنى عليهم تقريبا 3-4 أيام وبعد هيك نشوف إيش صار فيهم. يعني أقل شيء 4 أيام خلينا نقول. والمرتبان هذا عشان بوزه عريض أو فوهته كبيرة واسعة شوية، فأحط قطعة نايلون حتى أضمن إنه ما يدخله أي هواء. صبايا وصفتنا صارت جاهزة، وجربوها بطريقة روعة جدا جدا جدا. وبس أفتحه بكمل كل مقطع، ولا تنسوا حطوا اللايك. طبعا هيك مر الأربع أيام بالعافية، وأنا قلبت المرتبانات حتى إني أضمن ضغطهم كويس وإنه ما يفوتهم أي هواء، وهيك بضمن نجاح المخلل تبعي. هلأ أجا دور إنه أفتحهم زي ما أنتم شايفين، بضغط عليهم ما فيش بالمرة طرقعت هواء. هلأ بفتح المرتبان زي ما أنتم شايفين مضغوط ما شاء الله، لونهم روعة جدا جدا جدا. يعني بالعافية لما قدرت أصبر وأنا أطلع عليهم كل يوم. شوفوا يا صبايا لون الفلفل الفاتح هذا، لونه بيجنن بيعقد، يعني أكني حاطة عليه عصفر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وطعمه طلع روعة جدا، والخيار بقرش ومقرمش ما شاء الله،
وانا جربته صبايا بس المقطع الفيديو انحذف، زي ما انتم شايفين لونه روعة جدا جدا وطعمه روعة وملحه مظبوط وناجح 100%. بتمنى صبايا انكم تجربوا هالوصفة، جربوها جربوها وان شاء الله رح تعجبكم. حبيبات اذا كنتم جداد على القناة لا تنسوا اللايك والشير واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى تشاركوني بكل فيديوهاتي، واستنوني بوصفة جديدة ونكهة جديدة من وصفات ونكهات منال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.